الزمن اللي كلنا بندور عليها. ريفو كانت فكرة موجودة من أكتر من 10 سنين. أول ما خدت الورق بتاع ريفو إن أنا قريته تقريباً خلصته، ففكرة إن الورق أصلاً شددني وعمال وماشي وراه وعايز أعمله. هتتخيل شخصية شادي كويس، هتتخيله من طفولته وعايش إزاي، نشأته عاملة إزاي. بعمل كاركتر بحس إن فيها حاجات في حياتها قريبة مني أنا. باند أكتر حتة إن أنا على طول الناس متجمعة عندي في الجراج، أنا وأمير صحاب من زمان. رحلة البحث عن الباند التسعيناتي، تحاول تتعلم وتحاول تفهم إزاي تكمل حياتها بأقل خسائر ممكنة. عنده مرحلتين كده أو جيرني، أنا بالنسبة لي أنا مثيرة للاهتمام جداً. مسلسل أنا حبيته جداً جداً من قلبي.